بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزيرسيس ماتكو ال. اليوم نشوف واحد التمرين كنتحط في واحد ليكزام ديال سي في اس تي بني من 2019 2020 بالنسبه للسباس فيكتوريال. التمرين هذا بحالو كنا خدمنا، يعني من التمارين اللي خدمنا في السباس فيكتوريال، ولكن نعاودو نخدمو حتى التمرين بما انه تحط في ليكزام، حيت هذا النوع ديال التمارين كيتحط بزاف، كنعتبروه بحال اللي صعيب شويه، ولكن هو عنده فكر صوصه، يعني ما صعيب ما والو، هي الفكره ديالو كيفاش تخدمو صافي. المهم قالك سوا او اللي فيه واحد العنصر اكس كينتمي لار 3 اللي هو اكس ايغريك زد، بحيث ان جوج اكس زائد ايغريك زائد زد كتساوي زيرو. قالك سوايون اي اللي هي واحد ناقص جوج جوج، و في اللي هي جوج واحد ناقص واحد. قالك دو فيكتور اون بوز اف اللي هو الفيكت ديال هاد جوج ديال لي فيكتور، يعني طول لي كومبينيزون لينير اللي كنقدر نديرو بهاد جوج ديال لي فيكتور. السؤال واحد قالك مونتخي كو اي مالو اي تان سوي سباس فيكتوريال دو ار 3. هذا كنا درناه، يعني سوي سباس فيكتوريال كنا درناه فيه وقيلا 4 ديال الفيديوهات، يعني اللي شاف 4 ديال الفيديوهات هذا يجيه ساهل، ولكن غنخدموه حنا دابا بما انه اكزام غنخدموه ضروري. السؤال الثاني قال لك ديتيرميني او ان كيو اف، يعني التقاطع ما بين او اف. اف شوف عباره عن فيكت، و او غنبينو بلي هو سوي سباس فيكتوريال. السؤال ثلاثه قال لك اتون او اي اف سوبليمونتير، صافي قالك بلي او اف واش هما سيبليمونتير ولا لا. انطلاقا من هاد ديتيرمين او انكلو اف والديمونسيون ديال اف والديمونسيون ديال او، غنقدروا نقولوا واش هما سيبليمونتير ولا لا. صافي، اذا نجيو دابا نبداو بالسؤال رقم واحد اللي قالك مونتري كو او اي تان سو اسباس فيكتوريال دو ار 3. اذا سو اسباس فيكتوريال دو ار 3، سؤال واحد بالنسبة ل او شنو هو؟ هو اكس ابارتونو ار 3 تيل كو 2 اكس بلوس ايغريك بلوس زد تيقال زر. اذا باش نبينو انه سو اسباس فيكتوريال دو ار 3، اول شرط شنو هو؟ اول شرط انني نبين ان الزيرو دو ار 3 ينتمي الى اش؟ الى او. اذا كان الزيرو دو ار 3 ما كينتميش الى او، راه ماشي سو اسباس فيكتوريال. زيرو دو ار 3 شنو هو؟ زيرو زيرو زيرو، يعني نعوض اكس بزيرو ايكغيك بزيرو زد بزيرو، خصو يتحقق هاد الشرط. اذا هنايا بين قوسين جوج في زيرو زائد زيرو زائد زيرو راه هي زيرو، اذا هادي راه محققه. اذا زيرو دو ار 3 راه كينتمي ل، هذا اول شرط. الشرط الثاني شنو؟ نعتبر واحد ام في كينتمي، كينتمي ل او، عنصر من او، و ان تا هو عنصر من او. صافي، ام و ان راهو من ار 3 ولكن كيحقو كيتحققو فيهم هاد الشروط، يعني كينتميو لأو، ولا المهم كينتميو لأو، وغنعتبرو واحد ألفا في كتنتمي لأر. صافي، أجي حسب معايا أم، خصنا نبينو حنا شنو؟ خصنا نبينو أن أم زائد ألفا أن تا هي مازال كتنتمي فين؟ مازال كتنتمي لأو. صافي، خصنا نبينوها. إذا كيفاش غنديرو نبينوها؟ بالنسبة لأم قلنا هو واحد ثلاثي، أجي نحسبو هاد أم هذا اللي هو ثلاثي. يعني ام زائد الفا ان شنو هي؟ ام هو واحد مثلا ا بي سي زائد الفا عدد، وبالنسبه لان حتى هو راه كينتمي او، يعني كينتمي لار 3 مثلا هو مثلا او اف جي واحد ثلاثي، حيت حنا خدامين في ار 3. اذا بالنسبه لام بلس الفا ان شنو هو؟ ا زائد الفا او هي ا زائد الفا او، ب زائد الفا اف هي ب زائد الفا اف، سي زائد الفا جي هي سي زائد الفا جي. اذا خصنا نبينو ان هاد ام زائد الفا ان هاد الفيكتور هذا تا هو كينتمي ل او. كي غندير نبينو كينتمي ل او، غنمشي نعوض اكس باش ب ا زائد الفا او، غنعوض ايغريك باش ب زائد الفا اف، ونعوض زد باش ب سي زائد الفا جي. اذا نجي نشوفو دابا يا جوج فوا اش اكس باش نعوضو ب ا زائد الفا او، وبالنسبه لبي باش نعوض بي نعوضو باش نعوض عفوا ايغري كنعوضو ب زائد الفا اف، وباش نعوض زد نعوضو ب سي زائد الفا جي. صافي، وغنشوفو هادشي هذا واش كيساوي لنا زيرو ولا لا. هذا شنو هو؟ هذا هو يعني من عوضنا ب ام زائد الفا ان. صافي، من جينا وعوضنا هادشي هذا، عوضنا يعني بالفيكتور اللي هو ام زائد الفا ان، حيث ان ام كينتمي ل او وان كينتمي ل او. خصنا نبينو بلي هادشي كيساوي زيرو، غنسميه مثلا واحد ا، التعبير ا.
خصني نبين ان هذا التعبير هذا كيساوي زيرو. علاش؟ حيت هنايا من عوضنا بواحد الفيكتور اكس اللي فيه اكس في كغيك والزد، من عوضنا هنا سوا زيرو. اذا من خصني نعوض بهذا الفيكتور هذا شحال يساوي لي هذا؟ يساوي لي زيرو. اذا ا شحال كيساوي لي؟ جوج في ا هي جوج ا، جوج في الفا او هي جوج الفا او، وهنا راه عندي بي زائد الفا اف زائد سي زائد الفا جي، صافي. حيت هذا الفيكتور هذا هو ام زائد الفا ان. هنا كيبانوا لي بعض الاشياء فيهم الفا، نعملوا بداك الفا اش كيولي لي ا؟ اللي ما فيهش الفا مثلا نحطه هو الاول، عندي جوج ا صافي، وعندي بي وعندي سي ما فيهمش الفا، زائد شنو؟ الفا عامل هنا من عملت بالفا بقات لي جوج او، عملت فين هنا من عملت بالفا بقات لي اف، وبالنسبه لهنا من عملت بالفا اش بقات لي جي. اش غادي نقول ليه؟ شنو قلنا حنايا؟ ام في كينتامي ام، ام كينتامي لو، ام كينتامي لو، بحيث ان ام شنو هو؟ هو هاد ا بي سي، ياك هو ا بي سي، و ام في كينتامي كينتامي لو، يعني هنايا اكس نعوضها ب ا، و ايكغيك نعوضها ب بي، و زد نعوضها ب سي، يعني جوج ا زائد بي زائد سي شحال كيساوي هذا؟ زيرو. علاش؟ حيت ام راه قلنا كينتامي لو، وبالنسبه لان حتى هو قلنا كينتامي لو، بحيث ان ان شنو هو؟ حطيناه هو او اف جي، يعني او اف جي صافي. هنا شنو؟ بما ان ان كينتامي لو، هنا بلاس اكس ندير او بلاس ايغريك اف وبلاس زد جي، يعني جوج او زائد اف زائد جي كيساوي زيرو صافي. هادو من وضعت ام كينتامي لو، من وضعت ان كينتامي لو. هنا ا شنو هو ا؟ لاحظ معايا ا جوج ا زائد بي زائد سي، وهنا زائد الفا عامل جوج او زائد اف زائد جي، ياك. ولاحظ معايا من قلت ان ام وان كينتامي لو، لاحظ معايا جوج ا زائد بي زائد سي شحال؟ هاي زيرو. وبالنسبه لهنا جوج او زائد اف زائد جي شحال؟ زيرو. الوغ ا شحال كيساوي لينا؟ زيرو صافي. اذا ا كيساوي زيرو، وهنا مباشره اش غادي نقول ليه؟ الوغ ام زائد الفا ان مالو؟ راه حتى هو كينتامي ل او، بما ان ام زائد الفا ان كينتامي ل او والزيرو د ار 3 كينتامي ل او، اذا شنو؟ اذا او راه واحد سو اسباس فيكتوريال او، ايتان سو اسباس، ايتان سو اسباس فيكتوريال، ديرو شي لون اخر هادشي تسهل واقيلا، فيكتوريال دو ار 3، حيت حنا خدامين في ار 3. اذا بالنسبه للسؤال واحد راه هو هذا، بينا بلي او واحد سو اسباس فيكتوريال دو ار 3، هنا هو الامتحان، هو بينا بلي او راه واحد سو اسباس فيكتوريال في ار 3. بالنسبه للسؤال الثاني قال لك ديتيرميني او انكلو اف، يعني التقاطع ما بين اي و اف. اذا نجي نشوفوا ثاني كيفاش نجبدوا التقاطع ما بين اي و اف. نجيب ورقه جديده. السؤال الثاني جوج خصنا التقاطع ما بين اي و اف. هنا كنشوفوا بلي اف راه هو الفيكت، ياك، الفيكت ديال اي و في، و او راه واحد سو اسباس فيكتوريال. اتقول لي كيفاش نتعاملوا مع هذا الشيء هذا؟ كاين ندير جبد تقاطع. بعدا التقاطع راه فايت اللي دويتها لكم في الكور، من دوينا في التمارين وفي الكور، قلت لكم بلي او تقاطع اف هي او اي اف صافي، عقلت عليها هي او اي اف. اذا هنايا شنو؟ اذا او تقاطع اف هي او اي اف. انجي شحال ندير انايا؟ ها اف عندي عبارة عن فيكت، اش كنعرف على الفيكت؟ الا اعتبرت واحد العنصر ام كينتامي لهاد اف هذا صافي، الا اعتبرت واحد ام كينتامي لهاد اف هذا، بحيث ان ام شنو هو؟ ام راه واحد العنصر صافي، واحد العنصر، حيت الفيكت شنو هو؟ هو عبارة عن كومبينيزون لينيير. حنا عندنا جوج ديال لي فيكتور، يعني عبارة عن جوج عن كومبينيزون لينيير ديال هاد جوج ديال لي فيكتور. يعني الا اعتبرت ام كينتامي لاف، يعني راه كاين واحد الفا وبيتا كينتاميو لار، تال كو شنو؟ بلي هاد ام هذا شنو كيساوي لينا؟ راه هو الفا، حيت ام في كينتامي لو،
ام في كينتمي لاف، واف شنو هي؟ هي تو لي كومبينيزون لينير ما بين هاد جوج ديال دي فيكتور. يعني ام راه تكون هي واحد الفا كينتمي لار في اي زائد بيتا فاش في في، صافي هكا كتجبد واحد العنصر. حنا نشوفو واش غنديرو بهاد العنصر. اذا ام شنو هي؟ هي الفا، وشنو هو اي؟ ها هو واحد ناقص جوج جوج زائد بيتا في في، شنو هو في؟ هو جوج واحد ناقص واحد، صافي مزيان. غنجمعوهم حيت هذا راه عبارة عن واحد الفيكتور كينتمي لإر تخوا، صافي. راه ملي قلنا كينتمي لإف راه واحد الفيكتور فيه كينتمي لإر تخوا، حيت العناصر اللي كاينة في إف فيه كينتمي لإر تخوا، هاد لي فيكتور. إذا بالنسبة لهنايا لاحظ معايا شنو عطينا إن، هانتي ألفا في واحد ألفا زائد بيتا في جوج جوج بيتا، ألفا في ناقص جوج ناقص جوج ألفا، وبيتا في واحد هي بيتا، وهنا ألفا في جوج جوج ألفا، وبالنسبة لبيتا في ناقص واحد هي ناقص بيتا، صافي مزيان. من جبت أنا هاد الفيكتور هذا اللي هو أم في كينتمي هاد أم كينتمي لأب، صافي ما عرفتش واش نقولو ينتمي ولا ضمن. المهم على أي هنا ألفا زائد جوج بيتا ناقص جوج ألفا زائد بيتا، وهنا جوج ألفا ناقص بيتا، هذا الفيكتور في كينتمي هذا الاف، صافي. هكا كنتعامل ملي كيكون عندي الفيكت، كنجبد واحد العنصر من هاد اف هذا. واش كندير بهاد العنصر؟ كنمشي نعوضو في اف، صافي. هاد العنصر هذا اللي جبدتو باش يكونوا بجوجهم، يعني شنو قلنا التقاطع ديالهم هي اي اي اف، يعني ملي نجبد واحد العنصر انا من اف مي غنعوضو هنا راه يساوي ليا زيرو، كاين ولا ما كاينش؟ اذا غنمشيو نعوضو هنايا، غنمشيو نعوضو هنايا، غنمشيو نعوضو هنايا بهاد ام هذا، شنو غنديرو؟ كيساوي زيرو. اذا التقاطع هو يكون داك التقاطع ديالهم جوج. اذا نحط حدايا داك او باش مين نجيو نعوضو. اذا هنا جوج في اكس، شحال تولي لنا جوج في اكس؟ هي جوج في اش؟ جوج في اكس هي جوج في هاد الفا زائد جوج بيتا، حيت اكس هي دابا هي الفا زائد جوج بيتا، صافي. وبالنسبة لهنايا زائد اكغيك، شنو هي اكغيك عندنا؟ هي ناقص جوج الفا زائد بيتا، يعني بيتا ناقص جوج الفا. وبالنسبة لهنا زائد الزيت، شنو هي الزيت عندنا؟ راه هي جوج الفا ناقص بيتا، هادشي هذا اش كيساوي؟ زيرو، صافي. اذا هنا اجي نشوف هادشي اش عيطينا. هنا كنلاحظ ناقص بيتا مع بيتا مشات، وكنلاحظ ناقص جوج الفا مع جوج الفا مشات، شنو بقات لي هنا؟ جوج في الفا هي جوج الفا، جوج في جوج بيتا هي اربعة بيتا، اش كيساوي ليا هادشي؟ زيرو. اذا هنا نقدر نجبد الفا بدلالة بيتا ولا بيتا بدلالة الفا اللي بغيت. مثلا هنايا كيبان ليا جوج وجوج، مثلا دي هاد اربعة بيتا الطرف الثاني، اش تولي ليا؟ تولي ليا هنايا جوج اربعة بيتا الى ديناها من الطرف الثاني، تولي جوج الفا هي ناقص اربعة بيتا. هنا جوج وحتى اربعة فيها جوج، يعني الفا من هنا شنو هي؟ هي ناقص اربعة على جوج هي ناقص جوج بيتا، مزيان، صافي. اذا الفا شنو لقيناه؟ هي ناقص جوج بيتا. اذا نرجع لهاد الفيكتور هذا، هاد الفيكتور هذا فين دخلته انا؟ شوف هاد الفيكتور هذا فين دخلته انا؟ دخلته لو ياك. هاد الفيكتور هذا اللي عندي اللي هو ام فين دخلته انا؟ كان كينتمي لاف، ولكن انا عدلت عليه. باش عدلت عليه؟ دخلته حتى لو، صافي، ولا كينتمي لو تقاطع اف، صافي. هاد الفيكتور دابا بهاد الشرط هذا راه ولا كينتمي لو تقاطع اف، صافي مزيان. اذا اجيو دابا شنو؟ شوف شنو دابا ام جديده في كل كينتمي لاف تقاطع او، صافي. حيث ان ام شنو كان؟ كان هو الفا زائد جوج بيتا، هنا ناقص جوج الفا زائد بيتا، واخيرا شنو؟ جوج الفا ناقص بيتا. شنو ولا لينا؟ غنعوض، عندي الشرط، عندي العلاقه ما بين الفا وبيتا، يعني فيما نشوف الفا باش نعوضها بناقص جوج بيتا. هنا الفا باش نعوضها بناقص جوج بيتا، ناقص جوج بيتا زائد جوج بيتا. هنا عندي الفا مضروبه في ناقص جوج، يعني ناقص جوج في الفا، شنو هي الفا؟ ناقص جوج بيتا زائد بيتا. وبالنسبه لهنا عندي جوج الفا، الفا نعوضها بناقص جوج بيتا، يعني هنايا جوج عامل ناقص جوج بيتا، وعندي هنا ناقص بيتا. اذا نشوفوا هاد ام هذا الجديد اللي ولا كينتمي لاف تقاطع، حيت هو في الاول كان هو هذا، ولكن من دخلته حتى لو ها الشرط اللي عطاني.
اذا هذا راه ولا كينتمي للتقاطع ديالو. اذا بالنسبه لهنايا عندي ناقص 2 بيتا زائد 2 بيتا 0، ناقص 2 ناقص 2 4، 4 زائد 1 راه هي 5، يعني هنا 5 بيتا. وبالنسبه لهنايا 2 في ناقص 2 هي ناقص 4، ناقص 1 راه هي ناقص 5 بيتا. اذا الى عملنا بيتا اش كيبقى ليا؟ 0 5 ناقص 5. اذا شنو هو دابا التقاطع؟ حيت هاد ام هذا فين كينتمي؟ او تقاطع اف، وخرجت لنا بيتا، بيتا فين قلنا كتنتمي؟ كيلكونك في ار. يعني شنو هو اف تقاطع او؟ راه هو الفيكت ديال هاد الفيكتور هذا اللي هو 0 5 ناقص 5، يعني تو لي كومبينيزون لينيير اللي نقدر نديرهم بهاد الفيكتور هذا، حيت بيتا راه كيلكونك في ار. صافي، بيتا راه كيلكونك في ار، عنصر يعني كما كان في ار. صافي مزيان. اذا هذا هو التقاطع، اما نكتب بهذه الطريقه ولا نكتب اف تقاطع او كتبه مباشره، هذا كيعني الفيكت، ولا نكتبه بحال هكا الفيكت ديال اش ديال 0 5 ناقص 5. اذا هكا كنكونوا خرجنا التقاطع ديال هاد دو فيكتور. ارنا نشوفوا السؤال الموالي. السؤال الموالي اللي هو مبني على هذا، حيت كنعرفوا حنايا سيبليمونتير شنو قال ليا؟ قال لك اطون يو اي اف سيبليمونتير. شنو قلنا باش يكونوا سيبليمونتير؟ ندير تذكير، نديرو تذكير باش نعرفو البلان ديال سيبليمونتيغ. فوقاش غيكونو سيبليمونتيغ ولا الصوم بيناتهم الصوم ديريكت؟ تحققو جوج شروط، أن التقاطع ما بيناتهم إي تقاطع إف شنو خصو يساوي لنا؟ زيرو ديال المجموعة اللي خدامين فيها، حنا المجموعة اللي خدامين فيها دابا هي إف تخوا. صافي، إذا إي تقاطع إف خصو يساوي لنا زيرو ديال إف تخوا، هذا شرط مهم. كاينة جوج شروط، الشرط الثاني أن الديمونسيون ديال المجموعة اللي خدامين فيها هي ار 3، اش كتساوي لينا؟ هي الديمونسيون ديال اش ديال او زائد ديمونسيون ديال اف. وهذا الشرط هذا، هذا الشرط هذا ما يمكنش يتحقق الا ما كانش الديمونسيون ديال اش، الا ما كانش الديمونسيون ديال زيرو ار 3 كيساوي زيرو. صافي، الا ما كانش الديمونسيون ديال التقاطع ديالهم كيساوي زيرو ما يمكنش ندوز لهذا اصلا. حنا شنو لقينا؟ لقينا التقاطع ديالو، اما نكتب شو راه اف انكلو اي راه هو اي انكلو اف، راه نفس الشيء. صافي، اذا بالنسبه لهنايا التقاطع ديالهم شنو لقيناه؟ كيخالف الزيرو ار 3، راه خرج لي واحد الفيكتور. اذا شنو نقول له بلي اف التقاطع ده بالنسبه للسؤال شنو؟ السؤال رقم 3. صافي، نقول له 3، نقول له بما ان اف تقاطع او كيخالف لينا الزيرو ديال اف 3، الوغ شنو هاد او اي اف ني با سيبليمونتير. يعني الصوم بيناتهم راه ماشي الصوم ديريكت. صافي، اذا هكا كنكونو سالينا هاد التمرين هذا. نشوفكم في حصه مقبله مع تمرين اخر بالنسبه لهاد ليسباس فيكتوريال.